قال ده سمع في السوق. الكلمة بقى اللي دايما بنقولها سمع في السوق، يعني قرار إتاحة سيارات للمصريين في الخارج سمع في السوق. قال أستاذ محمود خيري خبير السيارات. قال أستاذ محمود إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا أستاذ عم. أهلا بحضرتك. هو سمع في السوق ولا ما سمعش؟ سمع. سمع في الأوفر برايس. سمع في الأوفر برايس وليس في الأسعار الرسمية. طبعا سمع في الأوفر برايس طبعا. يعني الكام يوم اللي فاتوا دول اللي الدولة قررت فيهم انها تفكر في الموضوع ده، يعني لسه حتى القانون ما توافقش عليه مجلس النواب. سمع بشكل طفيف ولكنه ملحوظ، وفي عربيات الاكثر انتشارا والاكثر تداولا في الاوفر برايس، وبقى هناك استعداد للتفاوض، وبقوا دلوقتي التجار ينزلوا اعلانات اغتنم الفرصة، تخفيض 20,000 جنيه على كذا، وتخفيض 30 وتخفيض 70. وعايز اقول لحضرتك ان تويوتا كورولا الاشهر بالاوفر برايس كانت تباع الفئة الأولى ب 755,000 جنيه، اللي هي بتنزل بتصاطي يا أستاذ عم، النهاردة ب 700,000 جنيه، نزلت 55,000 جنيه أوفر برايس. يعني لو صبرنا عليهم شوية ممكن نجيب حاجة حلوة، يعني نجيب حاجة حلوة قوي. والأوفر برايس الغير مبرر اللي زاد لحدود استفزازية أعتقد أنه سينتهي أو لن يتبقى منه إلا حاجة مش مسموعة أو بالشيء يعني. تكاد لا تؤثر يعني. طب محمود احنا بنستورد في السنة 120,000 عربية غير الانتاج المحلي. تمام. ازاي اللي هيجي من المصريين في الخارج متوقعين اكتر من العدد اللي احنا بنستورده؟ طول عمرنا كنا بنتكلم ان سبب قلة او صغر حجم السوق المصري، وده اللي كان كارثة على التصنيع على فكرة، واللي كان بيخلي المستثمر من بره ينظر لك على انك سوق صغير طول عمرك، ان السيارات في السوق المصري سواء في ازمه او ما فيش ازمه هي الاغلى في العالم. يعني عشان صحيح حضرتك يعني. صحيح انه التاجر بيكسب اكتر من مرسيدس، وطبعا حضرتك فاهم يا استاذ عمرو ان هذا بالتالي يقلل من القوه الشرائيه للمستهلك المصري اللي ما بيتغيرش حاجه على حاله، لكن كل شويه كل سنه العربيه تجيله أزيد من تمنها السنة اللي فاتت بمية وبعشرين، ثم يبتدعوا الأوفر برايس، يعني ما كانوش بيرحموا يعني، أنت فاهمني؟ فاهم. فطبعا ده بيقلص، لكن لما المغترب اللي بره 12 مليون أو 10 مليون على أقل تقدير يجد أمامه فرصة وأمامه الأسعار. لا يعني أنت محمود متوقع كم واحد حينزل عربيات يعني؟ متوقع يعني أنا أعتقد أن الحد الأدنى 500 أو 600 ألف مصري. يا راجل يا راجل، أنا رأيي أنه لو وصلوا 200 ده يبقى رضا. طيب هقول لحضرتك حاجة أستاذ عمرو، هقول لحضرتك حاجة، هؤلاء المصريين في الخارج باختلاف مستوياتهم المادية سيظلوا هم الممول للاقتصاد المصري، يعني لا ننكر حقهم هذا. طبعا بيدخلوا 31 و32 مليار دولار في السنة لمدخرات فقط. طب ليه المرة دي ما يدخرش ويستفيد؟ عشان كده أنا متفائل أن العدد سيكون كبير. دخلوا بقى 200، دخلوا 300، لكن أنا أتوقع أن عدد كبير هيستفيد. يا رب يا رب. يعني أنا كمان شايف أنه هو يعني واحد عاش بره وقعد اشترى عربية وفرح بيها وكده، وانت ماشي بتبقى متضايق أن أولا بتبيعها رخيص. احنا لسه عارفين مفاجأة جميلة حضرتك لسه قايلها دلوقتي، واعتقد دي هتبقى سابقة للبنات بتاع حضرتك، ان الملك الاول من حقه لو العربية عدى عليها 10 سنين انه يجيبها وينزل. فانا عربيتي اللي بتاع اما باجي امشي بس ده في ناس بتسيبها، يعني في ناس كان بيرميها بوكس التراب ملهاش ثمن. ما يبيعهاش حتى يسيبها ويمشي. لكن دلوقتي العربية اللي انت تعبت فيها وجيبها معاك ما فيش اي مشكلة. تمام. فانا اعتقد ان الكل سيستفيد او سيحاول ان يستفيد، يعني ده هذا طيب. منطق خصوصا ان السؤال المهم يا محمود، اتفضل حبيبي، اشتري النهارده ولا استنى شويه؟ يعني لو انا هشتري من مصر. لا ما تشتريش خالص بقى النهارده، بنقولها وبفم مليان وبقلب، ما تشتريش يعني خالص النهارده، خالص النهارده، وانتظر ان اصداء هذا القرار تضرب الاسواق حرفيا خلال الشهرين الجايين. وخلينا نتكلم بصراحة، أكيد برضو في ناس جايبة العربيات دي وحبيعها هنا. طبعا أنا ما قلتش خالص. وبص يا أستاذ عمر عشان نكون بنتكلم ببنطق، يعني يمكن بعد 4 شهور أو مع أول نزول للفوق ده لن تنضبط الأسواق على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير ستنضبط الأسواق وجدا، وسيوازي المعروض المطلوب لأول مرة، لأن كتير جدا قاعدين مستنين يجيبوا من بره. هناك حالة زخم دلوقتي تستغل بقى، محدش هيمد ايده ويشتري عربية من جوه مصر دلوقتي، فتوقف السوق تماما. فانت رأيك لا تشتري الآن؟
الآن بنقولها وبفم مليان يعني. الأستاذ محمود خيري خبير السيارات، بشكرك شكرا جزيلا.